السلام خاي احمد، صافا؟ راني شبرت السحور، الله يرحم ليك الوالدين. كنشكرك بزاف، الشكر ليك ما محدودش، وكنشكرك على الكادو، الله يرحم ليك الوالدين، الله يكبر بك. وهذه غير واحد الشهاده خاي احمد في حقك، يعني شهاده لله، يعني كل واحد كيشهد عليه الله. اقسم فمي بالله الى شهاده الحق، الى هاد العلاج ديال البومزوي او ما يتسمى قالوا العصبي او ما يتسمى بالمصران، الى هاد العلاج انا كنت كنعاني من هاد المشكل هذا. كنت وصلت لواحد الطريقه ديال الحماق، يعني وصلت لواحد الطريقه اللي بغيت فيها نحماق، يعني ما خليت فين ندوز. انا شنو كنت كنظن؟ كنقول غير عصب، هو مشكل كامل مصران او ما يتسمى بقالون العصبي، يعني كيدير بزاف د المشاكل، منهم الوسواس، منهم النعاس، ما كتبقاش تنعس، منهم القبط، ديما في القلب ديالك مقبوط وخايف، ديما خايف واخا ما كاين والو، وديما كتفكر غير في الحوايج السلبيه، كاع ما كتفكر في الحوايج اللي هما مزيونين، ديما هذوك الحوايج اللي هما خايبين كيجيو على بالك. وكتاكل غير واحد شويه كتجيك الحرقه، اولا كتاكل غير واحد شويه كتبقى ديما منفوخ مطاندي، يعني هاد المشاكل كلهم. وكاين مشاكل اخرى اللي كيديرهم هاد المشكل هذا، ولكن ملي خديت هاد العلاج من عند السي احمد، اقسم فمي بالله الا هادي شهاده ديال الحق، الا شهاده لله، راه كل واحد كيتدفن بوحدو في قبره. يعني انا الحمد لله ما بقاش عندي هاد المشكل كامل، ولكن انا بغيت نزيد منه، ولكن انا ما نستعملش هاد الشيء كامل. يعني انا اصلا دومونديت عليه الوالده والوالد وشي واحد اخر من العائله، يعني كون ما كانش وافقني وما صلح لي شي ما نحتاجش انا نزيد منه. الى هادي كتبقى غير شهاده ديال الحق، ها هما شنو كيجيو فيهم. المهم الشكر كامل كيرجع عليك السي احمد، الله يرحم ليك الوالدين. واخا نشكرك واخا ندير اش ندير، ما نعرفش كيفاش غادي نوصل لك لهذيك الحاله اللي كنت نوصل ليها. الله يرحم ليك الوالدين من هذا الشيء كامل، يعني ما كاينش محسن من رحمه الوالدين.